جمعت جمعة مع عادل بهرباع والأم اعتدال إدريس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة نجدد من خلالها لقاء بكم في برنامجكم الأسري الذي نجتمع فيه معا لتكون لنا محطة نتزود بها بطاقة الإيجابية، بالإيمانيات، بالمواضيع التي تجدد بإذن الله تعالى علاقتنا بالله عز وجل، وكذلك علاقتنا مع أنفسنا ومع من حولنا. اليوم إحنا في برنامج جمعة جمعة، أرحب فيكم أنا عادل برباع وبصحبتي أمي الغالية اعتدال إدريس، وهذه المرة بنبث حلقتنا لأول مرة من استوديو الإذاعة في الريتسي مول. حياك الله أم اعتدال. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مستمعيننا الأكارم وعائلتنا الجميلة. بصراحة أول مرة كده تحسوا إنه شيء غريب التغيير. نعم، إن شاء الله تغيير، إن شاء الله للأفضل. للأفضل دائما بإذن الله تعالى. بإذن الله. وكلنا في الهوى سوا. كلنا في الهوى سوا. نعم. هو لازم كده المواضيع الأكشن. نعم. شوية عساس إنه الواحد سبحان الله العظيم يعني يعطي انتباه للموضوع. طيب. نعم. نبدأ بإذن الله تعالى. إحنا نبغى نأكد على المشاهدين الكرام بأنهم بإمكانهم الاستماع للحلقة عبر أثير الإذاعة، وكذلك عبر طبعا الأونلاين www.alif.fm.com، وكذلك تقدروا تسمعونا عبر التطبيق الخاص بالإذاعة، وللتواصل معنا تقدروا تتواصلوا على واتساب الإذاعة 055-6689-001، مرة أخرى 055-6689-001. علاقة الموضوع أم اعتدال في بتقولي في مسألة الحقوق وكلنا في الهوى سواء، المقصود به؟ المقصود أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقات الماضية كنا بنتكلم عن الحقوق، ما لها وما عليها، وكل واحد إيش حقه مع الثاني، حقوق الأب، حقوق الإبن، وبعدين بدأنا نفصل في حقوق الزوجين لأنه قلنا إن المجتمع هو يبدأ من الأسرة. نعم. الأسرة أساسا بدايتها من الأب والأم، الزوج والزوجة. نعم. اثنين مع بعض في إطار الزوجية، ونركز اثنين مع بعض في إطار الزوجية، زوج وزوجة، رجل وامرأة، ليست إيش كما يحدث في الخارج، نسأل الله السلامة. نعم. طيب، فهي الأسرة اللي تبدأ تكون موجودة وتبني عليها المجتمع. المجتمع حيبني، يكون مجتمعات صالحة، حتكون دول صالحة، حتكون الأرض طيبة، حيكون المعيشة كلها طيبة. طبعا لا تفكروا ان احنا نتكلم كلام تنظيري او شيء، هذه سنة الله في الكون. يوم احنا نخالف سنة الله في الكون حيحدث الخراب، حتحدث المفاسد، حتحدث الامور اللي غلط بتصير، وهذا بسبب انه احنا ما مشينا من الاساس على البداية. أيوه. من البداية على الاساس، ما مشينا الاساس المضبوط، ما مشينا عليه. زيها زي النخلة لما تبدا او الشجرة، اذا من البداية طلعت معوجة حتطلع معوجة، لكن لما تقيمها كل ما عوجت تقيمها تقوم تتقيم. إحنا الآن نبغى نقيم الأسرة هذه ونبغى نشيل العوج منها. أتكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها وجبرنا بخاطر المرأة، وبعدين حقوق الزوج على زوجته وجبرنا بخاطر الرجال. الحمد لله. طيب أيوة. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن الحقوق المشتركة، عشان كده قلت كلنا في الهوى سوا. هذا مثل، طيب مثل يقال كلنا في الهوى سوا، يعني إيش؟ أنت زي بالضبط. أيوة، ما فيش أحد، ما فيش حد أحسن من حد. نعم. طيب، فإحنا الاثنين مع بعض. نعم. فإذا معناته لما نقول الحقوق المشتركة معناته على الرجل وعلى المرأة. الاثنين مع بعض. نعم. يوم ما نقول الحق هذا لا حد يفكر إنه والله إيش إنه بس عليك أنت يا رجل ولا بس عليك يا مرأة، عليكم الاثنين كلكم، لأنه أنتوا الاثنين مع بعض. اللي ينقص فيه حيأثم. نعم. طيب، طب في ناس يقول لك والله أنا بأدي حقوقي وما إيش ما بألاقي منها شيء، فيقوم إيش اللي بيحصل؟ أنت تعملي فيها كده أنا أعمل فيك كده، وأنت تسوي فيها وأنا أسوي فيك، فتصير واحدة بواحدة.
فإحنا نقول إذا حنفضل في حياتنا كل واحد واحدة بواحدة واحدة بواحدة ما حتخلص. ليش؟ لأن النفوس مختلفة، الشخصيات مختلفة، شخصية فلان تختلف عن شخصية علان، كل واحد شخصيته تختلف عن الثاني. في الناس اللي عندهم أخلاق، وفي الناس اللي ضميرهم على أعلى مستوى، وفي ناس الضمير اللي شوية، وفي الناس اللي الضمير ميت بعيد عنك، ما لهم إيش، ما لهم ضمير مرة على الله السلامة. طيب نسأل الله السلامة. أيوة. ما لهم نفس، يعني سبحان الله العظيم ما في إحساس. طيب احنا ما نجي نقول والله انت ان يعني تحصل تقصير من من احد منهم. فنقوم نقول ادي الذي عليك واسال الله حقك. طيب اذا لما تيجي المراه تؤدي الحقوق اللي هي واجبه عليها تجاه الزوج وتؤدي الحقوق المشتركه وما في رده فعل من الزوج او من هذا، ايوه، فاحنا نقول لها شوفوا، مو ما نقعد نقول أضغطي على نفسك، وهذا في أمور نقدر نقول أضغط على نفسك وتحملي وأصبري، وهذا في أمور نقول لها لا. أيوة. يعني مهما كان هذا بشر، نعم، فإن عاقبتم فعاقبوا لهم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. نعم. طيب وفي عندك إنه إذا إيش فمن عفا وأصلح، في كل الأمور، فإحنا ما نضغط لكن ليش نحط الأخلاق أمامنا. من استطاعت أن تصبر ومن استطاع أن يصبر فليتحمل. نعم. لأجل مين؟ لأجل البيت هذا بالذات لما يكونوا فيه أولاد صغار. شوفوا يا أولادي ويا بناتي، أقول لك شيء، عمرك وإنت عمرك ما حتلاقي المرأة اللي إنت راسمها في بالك، ما عمرك حتلاقي الإنسانة اللي تفهمك واللي تقدرك واللي يعني شخصياتكم زي بعض واللي اهتماماتكم زي بعض وقائمة بأمور البيت وقائمة بأمور الأولاد ومتشيكة ولابسة وتحسن لأهلك وتعمل هذا، ما تلاقي. هو اللي يبحث في الطرف الآخر المثالية فهو يبحث عن المستحيل، هو ده. ولعل من رحمة الله عز وجل ومعتدال أنه الإنسان ما عنده يعني ما هو الكامل أو المثالي. يعني تخيل إذا كان مثلا زوجة إنسان مثالي في كل حاجة، والله هيتعبها، وهي نفسها كمان حتتعب، هيتعبها. نعم. لأنه يبغى كل شيء مثالي فعلا، ما حيشوف أي نقص فيه، يعني إبغاها كاملة مكملة كله. أيوة. ونفس الشيء يعني البنات اللي نقعد يعني نجي على الرجال بس ونقول لهم انت تبغى النساء بهذه الطريقه، صحيح، انا بقول فيه كل طرف. أيوة. يعني ففي بعض الرجال يتنازل، انا بقول لك فيه. أيوة. تعالوا نشوف النساء. تبغي الزوج الطموح، الزوج الذكي، طيب الزوج اللي يفهمك ويحن عليك ويدلعك ويتعامل معك ما ادري ايه، واللي ينتبه لبيته، واللي يكون يوم ما تنحرق اللمبات ولا احتاج الانبوبه. ايه ده احنا بالجنه ولا ايه؟ تبغى انه يوم ما تقول له سوي ده الشيء مو يقعد يناحل في قلبها 10 أيام عشان تتصلح اللمبه ولا عشان تتغير الانبوبه ولا عشان تتصلح. نعم. انتم كده صح ولا لا؟ والله استري ما واجهتي. هذه حلقه اسمها استري ما واجهتي. ما واجهتهم، بلاش نقول كلنا في الهوى سوا. صحيح. طيب فتبغى الراجل يكون بهذه الطريقه ويمشيها ويوديها. نعم. ويكون كريم ولسانه حلو معاها وكله. يا بنتي اعمل، انا اقول لكم شيء، الراجل والست اللي والراجل والمراه اللي يبغوا الطرف الثاني بهذه الطريقه لو سمحوا يعملوا اوردر للجنه ويدخلوا الجنه ويشدوا حيلهم عشان يدخلوا الجنه عشان يلاقوا هذه الاشياء اللي هم يبغوها. نعم صحيح. ما حيلاقوا، ما حيلاقوا في الدنيا هذه كل شيء كامل. نعم. إذن لما تعيشي يا بنتي ويا ابني مع زوجتك وزوجك خففوا سقف توقعاتكم من الطرف الثاني، مش ترمي طوبتها، لا ترمي طوبتها. أكيد أكيد صحيح. أيه. فعلا. طيب يعني خفف توقعاتك، تدخل والله مو حتلاقي أول ما تدخل والله هي متخيلة زي اللي في الأفلام وقصص الحب وقصص المدري إيه واللي بيسأل عنها واللي يجيب لها الهدية طبعا كل هذه عملت دور ترى في تشكيل الفكر حق الجيل. أشياء دي كلها المناظر وسائل التواصل والأفلام والمنع عارفة، يشوفوا زوجي اتجب لي وتوريهم الهدية، تطالع في زوجي انت واجب تلقى سبت فقل حتى. طب احنا خلينا في الهوى سوا او خلينا مع بعض عشان نمشي امورنا في اساسيات. نعم. هو لا يمكن انه احنا نقول والله يا عمي مشيها، لا في اشياء لا ما تمشي وفيها شيء ممكن احنا نمشيها. هو ده عشان كده ليش انا اكدت انه
ترى لا تفكروا انه الحكاية كاملة كل الاثنين. أيوة. طيب نيجي احنا في المرة الماضية في الحقوق المشتركة، اول حق تكلمنا عنه حل الاستمتاع. نعم. انه يمتعها وتمتعه. جميل. الاثنين. جميل. يعني كلهم هذه ليها حق وهذا له حق. ما هو معقول انه فقط المرأة تتنسي ولا الراجل يتنسي. ولا انا تعبان ندخل بعده في الحق اللي بعده اللي هو اسمه المعاشرة بالمعروف. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فالمعروف يقول لك هذه لازم تكون في قلب الإنسان، في تصرفاته وأفعاله. في ثلاثة أشياء عندنا عشان نفهم منها المعاشرة بالمعروف، إيش معنات كلمة المعاشرة بالمعروف. طيب أول شيء النية الصالحة. تخيل من العشرة بالمعروف النية الصالحة. طيب قبل ما هذا خلينا نشوف إيش معنات كلمة المعروف. المعروف هو كل أمر وخلق حسن وطيب، وما تخلي التاني يتكلف فوق طاقته عشان يؤدي هذا الحق. يتكلف فوق طاقته يعني يحس بصعوبة بالغة وهذا علشان يؤدي الحق اللي المفروض يسويه. وهذه مشكلة في الحياة الزوجية أحيانا، لما تقول الزوجة أو الزوج يقول أنا عملت المستحيل. أيوة. عشان يرضى. عملت المستحيل عشان هي كمان ترضى. أنت ترضى. أي هذه فهذا صار تكلف، ما صار عشرة بالمعروف. أيوة. ليه؟ لأنه وليش أنا قلت لك من البداية إنه ما حتلاقي إنسان كامل. نعم. فلما تجي تبي تسوي المستحيل وتبي تسوي فوق طاقتك، طب هذا ما ليش ما يتمر في معروف، ما يتمر في معروف، ما صارت حياة، صارت هذه عذاب. من جد صارت عذاب انه هو بده يسوي عشان يرضيها، ولا هي تبي تسوي عشان يرضيه، واللي يبغى المثاليه وما هو راضي يرضى. دي صارت ما صارت عشره بالمعروف يا جماعه. نعم. صارت هذه عذاب بينهم. فخلينا نشوف اول شيء يقول لك في العشره بالمعروف في النيه وفي الاقوال وفي الافعال. طيب احنا حناخذ تفصيلها لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل. طيب لا ما فتح احنا رائد معارك. اي نعم، هو معايا كمان على الواتساب. طيب. بما انه احنا في الريد سيمون فهو اكيد طبعا بيعطينا عبر الواتساب بيقول لنا فاصل. انا اذكركم كمان مستمعينا الكرام برقم التواصل معنا على واتساب الاذاعه 0556689001، واللي حابين يسمعونا تقدروا تسمعونا وين ما كنتم عبر تطبيق الاذاعه. فاصل ونرجع لكم، خلوكم معنا. عودة لكم مستمعينا الكرام، يهلا فيكم مرة أخرى، وما زلنا في برنامجكم جمعة جمعة معي أنا عادل برباع وبصحبتي الأم اعتدال إدريس. وكنا قبل الفاصل ذكرتي أنه النية حقيقة كلمة جدا مهمة. نعم. أنه الواحد يكون عنده نية صادقة وصالحة في الحياة اللي هو مقبل عليها. نعم. سواء الزوج أو الزوجة. نعم. وحبيت تتكلمي عن موضوع المعروف، ما هو المعروف. أي. وقلتي أنه ما هو الأصل أنه عاشروهن بالمعروف، كيف ما معنى المعروف في ذلك؟ قلنا احنا وعاشروهن بالمعروف، قلنا كل المعروف كل خلق حسن. نعم. وبعدين لما قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف معناته أمر، الأمر يقتضي الوجوب. نعم. لذلك قال العلماء المعاشرة بالمعروف حق واجب يأثم تاركه ويثاب فاعله. يعني تخيل انت لو تركت المعروف معناته في إثم للإنسان. وقلنا في قبل الفاصل انه المعروف بيكون في ثلاثة أشياء، في النية طيب والأقوال والأعمال. نعم. طيب نجي في النية، إيش معنات كلمة النية؟ النية يقول لك النية الصالحة. ما يقدر الرجل إنه يعاشر مرته بالمعروف إلا، والمرأة ما تقدر تعاشر زوجها بالمعروف إلا إذا كل واحد كانت في داخله نية صالحة للطرف الثاني. أي. يعني لو في راجل كان متزوج واحدة طيب على أساس مثلا يقهر بيها واحدة. نعم. يقهر بيها من افترض زوجته أو يأدبها أو أنه يقهر بيها أي أحد إن كان، فهذا يأثم بنيته. ليه؟ لأنه سبحان الله العظيم إذا الإنسان بيغيب شيء في نيته ما أسر الإنسان شيئا إلا ظهر على فلتات لسانه وخلجات وجهه. أي شيء تنوي إلا ما يطلع. لو أنت تحب إنسان حيظهر على لسانك وعلى طرفاتك وعلى وجهك، ولو واحد يكره تاني حيظهر ذلك من نظرة العين، من خلجة الوجه، من الكلام يظهر.
حتى الله تعالى يقول تمسكهن ضراعا لتعدوا. يقول لك والله ما نطلقك الآدمية تقول أنا ما أقدر ما بحكلها ولا شيء والله ما نطلقك ولا شيء ويمسكها ضرار. يا أخي لا تمسكها ضرار. لا طبعا إحنا ما نقول أي واحدة تطلب الطلاق تقول طلقني ونقول لها يلا مع السلامة. لا في عندنا للحل وفي أشياء كلها، بس إحنا نقول الضرار اللي هو إنه تبغى تضرها. أو زي مثلا اللي يتزوج بنية المؤقت إنه لو سافر مثلا برا بده يتزوج واحدة ولما يرجع من السفر يقوم إيش يطلقها. يقول له ما يجوز. نعم. شرعا ما يجوز، إلا أنك أنت الآدمية أأتمنتك على نفسها أيا كانت، إن شاء الله كانت كافرة مسيحية ما لك دخل فيها. يعني المظلوم مظلوم. نعم. والإنسان إنسان، مالك حق انت تقول هي والله مسيحيه بدي اتزوجها وبعدين لما ارجع هنا اتزوجها عشان اعف نفسي هناك ولما اجي اطلقها. ما يجوز شرعا، ما يجوز. نعم. هذه كتابيه وهذه انسانه. الله لا يرضى الظلم حتى على يعني غير المسلم، حتى على غير الجميع. المسلم. نعم فعلا. يعني الحديث يقول اتقوا دعوه المظلوم وان كان فاجرا ففجوره على نفسه. الله. ما حتى اللي كان انسان الفاجر مالك حق انك انت ضده وتقول هو قده فاجر. لا. نعم. يعلمنا الاخلاق. فانت يا رجل لازم تغيب النية الصالحة، ومن البداية يكون تعاملك مع المرأة أو الزوجة إنه معاملة صالحة. ليه؟ مو يتزوجها عشان يكسرها ولا يتزوجها علشان يهين أهلها ولا يهينها ويوريهم كيف. ترى في نوايا. نفس الشيء المرأة تكون النية لزوجها أيضا نية العشرة بالمعروف، نية حفظه، نية حفظ غيابه، نية حفظ عرضه، نية التقرب لي، نية إكمال، يعني كلها. مش تتزوج عشان والله ماله أو عشان فلوسه. نعم. طب هذه النية باينة، هتبان النية. فإذا من العشرة بالمعروف طيب حتكون إيش النية، يعني سبحان الله العظيم صالحة بين هذا. ليه؟ إن لما ربنا يعلم النية بين الاثنين، إن يعلم الله خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يعني ربنا لما يعلم إنه في نيتكم الخير هتلاقوا حياتكم طيبة. الله. لكن لما يعلم الله سبحانه وتعالى إنه في واحد فيكم نية سيئة على الثاني هتلاقوا حياتكم منكدة. فإذا يؤتكم الله خيرا، ربنا يطلع على قلوبكم ويعطيكم ووفقكم. فأول من يريد أن يعاشر بالمعروف يجدد نيتك. ترى تجديد النية أمر عظيم ليها، أمر عظيم تأخذ أجرها كل يوم. لما أنت تذكر نفسك وأنت تذكري نفسك أنه أنتوا حتخف المشاكل، أنه أنتوا حتكونوا مع بعض، أنتوا الاثنين حتكونوا طيبين مع بعض، حتتعاملي معاه بالمعروف وهو يتعامل معاكم بالمعروف. وخصوصا لو كانت المرأة صالحة أو كانت يعني قريبته أو شيء، فغيئة حط النية الخير وأنت تحط النية الخير في نفسك. لو غيروا نياتكم الله يعينكم على نفسكم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الأمر الثاني في المعروف إحنا قلنا النية. نعم. الأمر الثاني القول. طيب كيف القول في المعاشرة في المعروف؟ نعم. زي ما أنت بتغيب النية الطيبة لازم كمان قولك موافق. نعم، أن يكون القول موافق للنية. يا جماعة كل يعني المعروف كلما وافق شرع الله، والمنكر نعم. كلما خالف إيه شرع الله. إذا أراد أن يعاشر زوجته بالمعروف فعليه أن يتقي الله فيها. احفظ لسانك أمامها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. يعني إنك تقول تحفظ لسانك لما تجد خاطبها بالشيء الطيب. وقولوا للناس حسنة. إذا قال لكم للناس فما بالك بهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذا قال لكم للناس قولوا للناس حسنا وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. قال لكم للناس فما بالك بأقرب شيء لتسكنوا إليه. أقرب الناس ليكم. نعم. بيتك وأولادك هذول يحتاجوا، بيتك وأولادك يحتاجوا منكم اللسان الطيب. بل أن الأجر مضاعف. نعم. يعني لما يكون واحد مع أهل بيته وزوجته وعياله مثل ما هي الصدقة مضاعفة لما يكون لأقرب الناس إليك عن الأبعد، فواحد يأخذ يعني أجر الكلام الطيب وأجر القربة. لأن الكلمة القاسية يا ولدي فعلا أجر القربة. الكلمة القاسية تجرح. صح. الكلمة القاسية زي السيف. يا الله. ما عمره ينساها الإنسان سبحان الله العظيم. ولما تخرج ما حد ترجع، فتصير فعلا. تجرح وهذا وتغير الألفة والمحبة. يعني أنت لو واحد غلط عليه في الشارع نفترض ممكن ما تشوفه بعدين. نعم. صح. تتألم هو يتألم،
انك انت جرحته بكلمه طيب فتتألم فيها، لكن اللي معاك في البيت واللي معاك في البيت يا بنتي هدول ما حينسوا، انت شايفته 24 ساعه وهو شايفك 24 ساعه قدام بعض. نعم. فكيف تقدر انك انت تجرحها اللي فيها؟ قال لك في القول في عده اشياء اللي هي، طيب اول شيء في النداء، يا فلانة، أيوة، ولا يصفها بصفة جميلة، يا بنت، لا في ناس يا بنت. نعم. طيب إذا نادى الزوج زوجته، طيب فشوف سبحان الله العظيم، طبعا خلينا نشوفها في النداء وفي الطلب وفي المحاورة. نعم. هذه القول، إذا في النداء والطلب والمحاورة. نعم. طيب. في النداء والرابع عند الخلاف والمناقشة. والله فعلا في النداء تلاقي تستغرب انه واحد بينادي وفي الاخير اللي جات زوجته. أيوة. كيف يناديها بالطريقة هو هذه. ده فعشان. نعم. كده بيقول لك في القول نداء والطلب والمحاورة والخلاف. نعم. خلينا نشوف دي الأربعة كيف فيها العشرة بالمعروف. نعم. اول شيء زي ما انت قلت في النداء، اذا نادت المرأة زوجها ولا الزوج زوجته يناديها بحب الاسماء ليها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني الرجل اذا انت تبى تتعانس ناديه باحب، كان ينادي الصحابة باحب الاسماء ليهم. عائشة كان يناديها يا عائش. نعم. ما يستحي قدام الناس ولا ينكسف ولا يخجل او شيء يقول والله لا ما حد يعرف اسم زوجتي يا بنت لا ايش. سبحان الله حتى في النداء بيبين اذا كان الحب بينهم. ايوه. اذا كان والله زعلان ولا هي زعلانه منه ولا شيء. قصه عائشه. اي نعم هذه القصه. أي. عجيبه قصه يعني. عائشه رضي الله عنها لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها اني لا اعرف ان كنت راضيه علي ام انت غاضبه. كيف يعرف ان هي راضيه ولا غاضبه بايش؟ بالنداء. لما لا بالحلف كمان. وبالحلف. فكانت تقول لا ورب محمد لما تكون راضيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ورب محمد. فلما تكون زعلانه من الرسول صلى الله عليه وسلم طيب لا ورب ابراهيم. لا فتقول لا ما أهجر إلا اسمك بس. نعم. لكن انت ما اقدر اهجرك. فشوفوا سبحان يعني الله ما ابغى انطق اسمك لما اكون زعلانه. لما اكون زعلانه منك. نعم. فهنا سبحان الله العظيم يعني الاكرام والملاطفه. نعم. طيب ناديها وبعدين ما صار والله يعني كان زمان يقول لك لا عيب تنطق اسم الحرمة، عيب تنطق من عارف ايه، او نادي يا ابو فلان او نادي. طيب برضو هذه يا ابو فلان ويا ابو ام فلان يعني تحس انه مثلا انت تناديها لكن في البيت اي بينك وبينها مثلا حبيبتي حبيبي آه نعم. يا عمري يا نوري ايك حتى اولادك اولادكم نادوهم باحب الاسماء لانه هذه بيتكم اللي انتم بتهاد يا ولد يا بنت يا بنت. يعني انا استغرب من جد لما اجي اسمع رجل ينادي زوجته يا بنت. هي ما هي شغاله. هي ما هي خادمه عندك، هي زوجتك. انت ما ترضى لو هي تقول لك يا ولد يا ولد. نعم. هو ده لانه ايش كلنا في الهوى سوا. في الهوى سوا. نعم. في أيوة. اشياء هل ترضى انت تقول لك يا ولد؟ ها ترضى اكيد ما ترضى. ليه احترميني؟ طب انت ما احترمتها. نعم. انت لما احترمت هذا الانسان هو يعرف لو كان برا ما حينادي يعني امام الناس اذا كان في ضيافتهم ولا هم كانوا ضيوف عنده حبيبي يا ولد ده هو مثلا حيقول يا ابو فلان حياك الله يا عليك نور يا سيد الناس. ايه؟ ما حيقول له يا ولد. وبعدين ترى حتى لو قال لها مثلا يا ست الناس طيب لو قال لها قدام يعني احنا ليش ما نحط انه ايش اللي يمنع ايش اللي يمنع ليه ما يقولها ويعلمها للي حوالينه حقول له الله هذا انت صرت الحرمه انت صرت ما ادري ايش يعني يبداوا يهينوا فيه لكن لما يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي كده وكان من شده حبه لعائشه كانوا الصحابه يعرفوا ويجيبوا الهدايا هنا ما انكسف انه بين حبه لعائشه وهنا هنا لها علاقه بقوه الشخصيه وضعفها. نعم. في بعضهم يعتقد انه بل يمكن اللي حوله يخلوه يعتقد انه هذا من ضعف الشخصيه وان أي. هي على قولهم صارت احسن منه ولا ركبت فوق راسه ما يقول لك عمر يقول لك إن مما يبعث المودة والمحبة أن ينادي المسلم أخاه بأحب الأسماء إليه فهذه سبحان إذا كان مسلم فلا يختار الزوج لزوجته كلمة يجرحها فيها ويناديها أو يحقره حتى الزوجة. نعم. لما تجي تنادي زوجها حتى بيقول لك على الأفضل أنه ما ينادوهم بأسماءهم المجردة. نعم. شايف يعني مثلا أقول يا عادل ففي فرق لما أقول يا عادل فعلا. وبين أناديك بطريقة
حس فيها إهانة. أيوة في شيء في مشكلة. في أيوة. طب حنا نكمل لكن نطلع الفاصل. فاصل ما شاء الله على حقنا. طيب. أيوة والله إحنا وصلنا للمنتصف لكن حنكمل إن شاء الله بعد العودة. خلوكم معنا مستمعينا الكرام. وما زلنا معكم مرة أخرى في موضوعنا اليوم في برنامج جمعة جمعة، وعنوان حلقتنا كلنا في الهواء سوا. حقيقة موضوع جدا لافت ومهم، وفعلا إحنا في أشياء مشتركة لابد إنه إحنا نحترم بعضنا البعض فيها، وفي أشياء موكلة بالزوج وفي أشياء موكلة بالزوجة. نعم. تفضل عندك الآن نكمل اللي هو الحالة الثانية من العشرة بالمعروف. نعم. طيب اللي هو قلنا في القول صح؟ نعم. في النداء. الآن في الطلب. في الطلب لما يجي يطلب منها شيء أو تطلب منه شيء. نعم. فيكون يعني يطلب منها بأسلوب لا يشعرها بالإهانة والإذلال. نعم. جيبي لي الموية. طيب أو حتى هي مثلا تجي هذا جيب لنا كده. لا. أشتري كده ما هو أمر. نعم. في ملاطفة في الطلب، في عشرة، في لسان جميل، إنكم أنت لما تجي تطلبوا منها تشعر زوجتك إنها أنت ما تشعرها بالإدلال والامتهان، حتخدمك من عيونها. وإنت نفس الشيء تطلب من زوجك بأسلوب جميل جدا لا يشعر إنه هو سواق عندك ولا خدام عندك ولا آيتم ماشين فقط. طيب الكثير كثير من الرجال يشعروا بهذا الشعور ويبدأوا يتألم ويقول أنا كأني فقط آيتم ماشين عندهم، جهاز صراف، أعطينا فلوس أعطينا فلوس. لكن لما تيجي بأسلوب جميل وبأسلوب الكلام اللطيف اللي بينك وبينك وبين بعض، هذا حيغير، حيعطيك وهي حتعطيك اللي أنت تبغى. فحتى رسول صلى الله عليه وسلم، يعني شوف خلينا كلنا نأخذ لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما جاء قال لعائشة ناوليني شميلتي من المسجد، ما ردت تقول له أنا ماني خدامة عندك، ما ردت تقول له أن هذا، قالت له أني حائط، فاعتذرت له بأسلوب جميل جدا وتحججت بإيش؟ بالحيضة. نعم. إنه هي حائض ما تقدر تدخل المسجد يعني، فإيش تأمرني بإيه؟ لكن ممكن تقول له أنا ماني خدامة عندك، روح شوف لك أنت، قوم بنفسك، أنت سوي من عارفة. في كثير بتحصل زي هذه الأشياء، وحتى لما تقوم هي تتأفف وحالتها حالة. نعم. فقام قال لها رسول صلى الله عليه وسلم برضو بأسلوب لطيف، وإن هو قبل عذرها، فقال لها إن حيضتك ليست بيدك. نعم. يعني هي مش في يدك، انت تقدري تروحي ولا شيء، هذا امر ربنا كتبه عليكم. ناولين. فشوف الطلب اللي بين الزوج وزوجته، يعني بعض الاحيان، وشوف اقول لكم شيء، تكون مثلا المراه تعبانه دوبها جايه وقاعده في المطبخ مثلا او شيء، والزوج قاعد على الجوال ما شاء الله تبارك الله، صح جاي من العمل تعبان برضو، بس هي ترى لا يقول لها أنا كنت في العمل وحران وتعبان وانت قاعدة في البيت وانت من عارفة. طب هي لو كانت تتنظف وبتسوي وبتنتبه البزورة وهذا، ترى كلكم الاثنين تعبانين، انت تعبان برا وهي تعبان جوا. نعم. فالاثنين تتعاونوا فعلا. التأدب في الطلب حقيقة يعتبر يعتبر من الأخلاق المفترض، أو حتى من الإتيكيت اللي نبغى نسميه. لكن هو من الإتيكيت النبوي، من الأخلاق النبوية. نعم. والإنسان قد يكون خلوق، وهذا الشيء بيسويه برا وبيبان معاه كثير، لكن وين بيظهر أكثر وأكثر؟ في بيته هو ده. أيوة. هنا بيبين إذا كان فعلا هذا الخلق صفة متأصلة فيه ولا بتمثل. يا سلام عليك. لذلك فعلا خيركم لأهله. أيوة. يعني الخيرية والخلق الحميد يبان معاك لما تتعامل مع زوجتك ولا مع عيالك ولا كذا، لأنه هم تحت تصرفك وتحت سلطتك. في ناس تحت سلطتهم قاعد يتحكموا بطريقة أو يتكلم بطريقة فيها جبروت. نعم. وفيها أمر وطلب ونهي وكذا، لكن برا لا، ذاك المتودد الطيب والله أخلاق. وحتى لما تجي المرأة ولا الأولاد يتكلموا عن الزوج، معقولة؟ لا لا أكيد أنت ظالمته. أيوة. فلان اللي احنا نعرفه واللي كده. طيب أيوة تعرفوه هناك جوة البيت. لا واحد تاني. ما هو كده واحد تاني. فعشان كده لما تجي تطلب من زوجتك شيء، أطلب منها بأدب، وبعد ما تجيب لك الطلب رد عليها بأدب، جزاك الله خيرا، تسلم يدي، قامت زوجتك طبخت لكم وحطت لكم الأكل وسوت لكم هو وكله، ما يجي يقول لها تسلم يدك.
مع انه الاكل لذيذ. نعم. والكل يجوا اصحابه ياكلوا عنده وكلهم يقولوا والله ما شاء الله تبارك الله اكل زوجتك مره لذيذ. نعم. ما يجي يقول لها الله يعطيك العافيه بيض في وجهي بوجهي الله. نعم. يكرمك يا اخي. الكلمه الطيبه صدقه. الكلمه الطيبه قول كلمه طيبه ليها. يعني بعض الاحيان يجوا يمدحوها الناس ويمدحوها مثلا اولادها وهذا, هي تقعد تنتظر كلمه منك. خصوصا شوف اقول لك يمكن الجيل الحالي هذا متعلمين شويه يقدر يقولوا. طيب الجيل اللي هم الاول السابق مو جيلك انت يعني اللي يمكن قبلي يمكن جيلك يعني. شويه يعني برضو يحتاجوا ايش يتعلموا. طيب جيل طيب. الاربع ايوه جيل الاربع بس الجيل اللي دحين ابو 25 سنه ابو 26 سنه أيوة. ترى عادل من سنين عيسى ترى عادل فكروا صغير الحمد لله. فالجيل هذا لا يقولوا زهم الله خير يعني لما تنبهيهم اتغيرت. ما اقول انهم هم ممتازين, في عندهم اشياء وحشه واشياء طيبه ما بنقول لا, لكن الجيل السابق خلاص هي دحين ما تعود اليوم قاعدين بينهم يعني على الجفاف العاطفي. أيوة. ولا اللي بينهم 30 سنه اللي بينهم 25 سنه خلاص اي يعني دحين حتحبك معك يا اخي. دحين اكثر شيء تحتاج الكلمه الطيبه منك. يا أحبابي يا أخواني ويا أخواتي والله أكثر شيء تحتاجوه للكلمة الطيبة اللي بينكم للمعاملة الطيبة بعد ما تمر 20 سنة على زواجكم أو 15 سنة هنا تظهر أكثر أهمية الكلمة. أيوة ليش؟ لأنه أتعودوا على بعض خلاص صاروا مع بعض, دخل الفتور بينهم, صار هو يتكلم برا وهي تتكلم برا, يتكلم عادي برا وشخصيات مرحة, يجوا البيت جدران صامتة ميتة إلا إذا كان والله تربوا على الكلمة الطيبة لكل واحد فيهم. أيوة. وقعد ينمو هذا الشيء معاهم خلال 20 سنة فالمسألة موجودة فيه وموجودة معاهم. مو احنا دحين ايش بنقول الان, لكن اذا كان والله ايوه اما بعد 20 سنة تبغيني اقول لي كلمة طيبة, او بعضهم حتى مع عيال تبغاني بعد 20 سنة اجي احضن ولدي ولا احضن بنتي. ولازم يتغيروا, لازم يتغيروا بعد 20 سنة. ايوه لازم تتغير بعد 30 سنة لازم تتغير. انت تبغاها تستمر معاك ما تبغاها تتركك. صح. الان عاملها بالطيب, ما تعود تتعود. ما انت احسن من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب وكان قاعد في الجاهليه واشد شيء على هذا, كيف صار بعد الاسلام؟ نعم. كيف صار الرقيق اللي انسان الرقيق اللي لما سمع صوت بكاء طفل قام راح وطبخ له وسوال وكله عشان الجوع اللي فيه. نعم. كيف صار؟ اذا يقدر الانسان يتغير. لا حد يقدر, لا حد يقول ما اقدر اتغير دحين. نعم. لا تقولوا والله بعد دي السنين كلها اتغير. لا تقدر يا رجل وتقدر يا مرأة. بنقول لكم المناطفة في الطلب في النداء في القول في النية اللي بينكم في قولك ليها في ندائك ليها في طلبك تطلب منه والله ايش يعني. انا اذكر امي الله يرحمها وابويا امي يعني الزمان ما كان ينادوا بالاسامي. ايوه كانت تقول له يا هو والله اهل مكه اي نعم او يقولوا يا سيدي او يا سيدي. ايوه نعم يا سيدي او يا هو. نعم. ايش يعني يا هو؟ احنا هذا فكنا نقول يا هو كده. لا كانت كلمه يا هو معناتها انه شيء يعني من احترامها لي ما تقدر تنطق اسمه. عجيب. ايوه طبعا على حسب الترجمة عندكم. ترجمتها المكة. أيوة ترجمتكم هناك يا هو أنه أيوة. يعني أيوة. يا سيدي يا حبيبي يا سيدي. أيوة يا سيدي. نعم. كان في احترام. أيوة. بس أخلص هذيك الأيام انتهت. أي دحين أقول دحين الآن في الوقت الحالي اللي مر على زواجهم 15 20 سنة لو سمحتوا لا تفكروا أنه الوقت فاتكم. لا تقدروا. نعم. تقدروا ترجعوا تاني. أي. تقدروا تحيوا جذوة الحب بينكم, جذوة المودة بينكم. لا تقولوا بعد دي السنين كلها. لا تقدروا بعد السنين دي كلها انك انت تكرمها بكلمة سوت لك شيء طيب. مو خلاص ايوه هذا حق لازم واجب عليها تسوي. لا بتكلم الناس اللي دحين في تجاوز 60. آه. اللي انه تقدروا وانتو خموا لا تقول مر عليك. أيوة أيوة اللي أيوة. تجاوز 60 الى 50 بين 50-60 هذول يقدروا يغيروا نفسهم. لا نعم. يفكروا انهم ما يقدروا يغيروا. ايوه ارحموا زوجاتكم بالذات انتو صار عندكم احفاد. اللي صار 60 صار عنده احفاد. صحيح زوج اولاده. لا يجي يقول هذا. بالعكس علم اولادك وعلم احفادك كيفيه المعامله الحسنه. علمهم كيف تبني اسرتكم
وتجبر بخاطر زوجتك، بالذات هي جدة صارت، انك انت تحترمها قدام احفادها وقدام اولادها وتحط مكانتها قدامهم. فلما تطلب منها طلب بادب وبمحبة يقوم يتعلموا كلهم، الله شوفوا كيف جده سيده أو جده يحب مثلا ما سته أو جدتي، طيب كيف تصير هذه كلها يتعلموا منها، وفي نفس الوقت بتحرك وتعمل احترام بينك وبين زوجتك. ما راحت الحياة الزوجية يا جماعة، ما هي سنة ولا سنتين، الحياة الزوجية لآخر العمر. نعم. فعشان كده لما يكون الاحترام في الطلب وبعد كده الشكر، الشكر مو تشكرها من وراها وما تسمع منك كلمة شكر، وهذا تصدق انه بتصير كثير، من وراها يشكرها وفيها وهذا من قدامها ما يقول لها الكلمة الطيبة. طب ليه؟ هي تبغى تسمع. ما ادري هو يفكر ايش يعني انه بالطريقة هذه، هل في شيء في بالك انه ما يبغى يشكر يعني يعتبرها نقص قدامها؟ او اتعود يعني او اتعود يعني اتعود خلاص اتعود انه او ما سمع من ما تربى على انه ايوه خلاص انت مو عارفه اني انا احبك، انت مو عارفه اني انا بقدر هذا، ليش داعي للكلام؟ لا لو داعي للكلام، ايوه لو داعي للكلام انها تسمع منك، ويا مراه لو داعي للزوج انه يسمع منك انك انت تشكريه. نعم. وانك انت تحسسيه انه هو تعب علشانكم. انا ما بقول بس على الراجل، بقول حتى للمراه، المراه الزوج يا بنتي ويا اختي بحاجه، بالذات لما يكبر يسمع انك انت بتشكريه، بحاجة انك انت تحسسيه بقيمته، لانه لما بيكبر بيصير على الستين بيلاقي، شوف اقول لكم شيء، لما الراجل بيصير على الستين ويكون عنده احفاد، ترى المرأة بتقدر تعيش حياتها مع ابنائها واحفادها، بتعيش. نعم. الراجل بعد الستين يبدأ يحس انه ينعزل، عشان كده بعض الرجال ينهفوا على دماغهم ينخطوا على دماغهم ويبدأ يصير يبغى يصير شوغر دادي، يعني احنا لازم ندي على الدماغ شوية. طيب أيوه. ليه بيسوي كده؟ يحس انه انا لازم ابغى ارجع احد يهتم فيا. هذول وضعيه خاصه يعني، انا بقول لك انهف بعض الرجال. نعم. انا ما قلت الكل، انا بحترم بحترمهم كلهم. نعم. لكن اقول بعض الرجال. نعم. فلكن وبعضهم يسكت ويحس انه باسى في نفسه، وعشان كده بيقول لك يقول انا ما يفتكروني غير ايتم ماشين قدامهم. بس ادينا وهذا. لكن لما يا اختي ويا اولادي ويا بناتي ويا الاحفاد تحسسوا الجد هذا وتحسسوا كبير العيله ده انه انت ليك قيمتك، ليك قيمتك بايه، مش تطلبوا منه دائما بالكلمه الحلوه بالكلمه الطيبه باحساسه بشكره انه انت ويا الله جزاك الله خير، انت تاج على روسنا، انت يحسسوه بقيمته امامهم. نعم. نفس الشيء الزوجه تحسسه بدا الشيء، يحس فعلا انه العيله كلها دي حتتغير. نعم. وما في شيء متاخر، في شيء لا حنطلع الفاصل بس نكمل يا دي الفواصل. اوكي خلاص اخر فاصل ده. طيب اخر فاصل. ما شاء الله الحديث معك شيق، والحديث ما شاء الله تبارك الله مهم جدا، لدرجه انه فعلا احنا نحتاج مثل هذه الكلمات انه نضيئها مره اخرى، يعني نتفهمها مره ثانيه. نعم. بالطريقه الصحيحه، لانه في اشياء بنسمعها لكن ما بنفهم. نعم. يعني اصولها ايش، يعني عشره بالمعروف ايش، يعني النداء بشكل طيب، طلب نفسك نفس الشيء. فاصل ونكمل معاكم مستمعينا الكرام هذا الحديث حول موضوعنا كلنا في الهوى سوا، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم. وفي الربع الأخير طبعا وإحنا راح نكمل موضوعنا، ونذكر إنه إحنا يوم الأحد إن شاء الله بعد بكرة حيكون المدارس والعودة إلى المدارس وتهيئة، والله يعين الأباء والأمهات والطلاب والطالبات كلهم حيستعدوا استعداد كامل، مو بس الطلاب والطالبات، وإن شاء الله راح يكون لنا كذا نصيحة خفيفة من أمنا عتيبة. أي والله بإذن الله في الأخير. الله. طيب إحنا قلنا الحالة الثالثة كانت النية القول، الحالة الثالثة الملاطفة والمباسطة. أيوة. يعني تبى تتكلم مع زوجتك، للمرأة ولا للرجل ما ينبغي ليهم إنه كل واحد يتكلم معه بأسلوب يمزح معه في وقت ما يناسب الثاني. يعني مثلا جاي زوجك تعبان من العمل وحر دحين الدنيا، الله يجيرنا وياكم من نار جهنم. آمين. جاي فجاي حران وتعبان وقرفان عمره وهذا، وتيجي تبى تمزحي معاه، طبعا حيتنرفز عليك حتزعلي،
هتقولي أنا بتكلم وتبدأ تأخذ وتعمل مشكلة وهذه، لا، انتقي الوقت المناسب لملاطفة والمزح معاه والضحك معه. هذا دائما مراعاة الوقت والظرف، مراعاة الوقت نعم مهم جدا في كل الأحوال. نفس الشيء الزوجة، الزوج إذا بده يحدث زوجته هي دوبها تعبانة أو دوبها نيمت الولد ولا دوبها كده وجاي هذا، لا تأخذ أنك تمزح معاها، ما حتفهم المزح. أيوة هتفهموا انك انت بتتمهزأ بيها، بتتريق عليها، دمك تقيل اي هو ده المود حقها ما هو هنا. صحيح. فطبعا تحاولوا قدر الامكان تنتقوا انه ايش الوقت المناسب. حتى يعني لما تيجي تحكوا الحكايات تبي تحكي القصص كمان، مو من يوم ما يدخل تحكي امك وجدتك وعمتك وخالتك والحكايه الفلانيه والعلانيه، تحكي العيادات كلها والزيادات كلها تحكي هي. طيب هو الآن مخه مو معاكي، فأنتقي الوقت المناسب وأنتقي الحديث المناسب اللي تتحدثي فيه مع الزوج. شيء جلستوا قعدتوا مع بعض، اهتماماتكم، سيبوا الناس حكاياتهم، ما لكم دخل بيهم. لا تحكي ولا حكيك غير لما يكون في وقت إنك مناسب. أما الآن انتقوا هواياتكم، اهتماماتكم، أنا سمعت الشيء الفلاني والله مثلا على عملك، على عملك أنت، يحس إنه أنتوا الاثنين مع بعض في اهتماماتكم فيها مع بعض، حتى ما يكون بينكم إنه يعني شجار فيها. وحتى المزح، شوفوا بعض الأحيان إنه الرجل يمزح مع زوجته وكأنها صاحبه أمام أهله. طيب كيف يعني؟ يعني معها أبو الشباب يعني. أيوة أي، فمن المزح يتمهزأ بيها. طيب. زي مثلا دحين أنتوا أصحاب مع بعض نفترض. نعم. هيا روح أنت، والله ما أنت عارف تعمل إيش تسوي. أو أنت شكلك كده. أنت شكلك كده. أنت نعم. الشباب بتمزح مع بعض. نعم ممكن يتقبل. أيوة. وبعض الأحيان حتى وإنتوا شباب مع بعض ممكن تتقبلها ممكن لا. أيوة شايف، لأنه بعض الأحيان المود حقك ما هو إن أنت مستعد إنك أنت تتقبل المسحة هذه. نعم. نفس الشيء يجي يمزح مع زوجته وكأنها صاحبه أمام أهله، تزعل وتقول أنت ما خليت لي قيمة، أو ترد عليه برد وحش، فيقوم يصيروا الاثنين منظرهم وحش أمام الناس، أمام أهله أو أمام أهلها. حتى أنت يا بنتي تجي والله شوفوا لا يقوم ولا شيء ولا يعرف حتى يفك اللمبة، ما تجي تتكلم عن زوجك أمام أهله بأهلك أو أهله بدي الطريقة أو أمام الناس. أيوة. حتى لا أنا بأمزح هو يزعل. ليه؟ لأنه مهما كان أنت قللت من قيمته. صحيح. ما تقلل من قيمته ولا تقلل من قيمتها أمام الناس. وحتى بينك وبين بعض تنتقوا الوقت المناسب للمزاح. المزاح ما هو شيء تشفي قلبك فيه ولا تشفي غيرك. تجي بعض الأحيان هو يمزح يقوم يرجع في الكلام وهي ترجع في الكلام، ليه؟ وفي ناس ما يعرفوا يمزحوا بصراحة، لا مع أصحابه ولا حتى مع زوجته ولا مع زوجته. هذا يبغى له يتعلم، يعني يأخذ له مهارة في المزاح، كيف يمزح صح، كيف يختار الكلام المناسب في الوقت المناسب، يقول يعني بصراحة يعني في أشياء كذا بيصير لبخ يعني. أيوه. تلطيش في الكلام، تلطيش في الكلام. أيوه. وبعدين الطرف الثاني يقول طيب أنا أوريك، أنا حرح ألطش عليه كمان في الكلام، وصير منظرهم. أيوه. منظرك سواء أنت مع أصدقائك أو أيوه. مع زوجك بين أهلك أو أهلها. يقول لا إيش بكم، أنتوا ما قاعدين تمزحوا، أنتوا قاعدين تضاربوا، وكل واحد يبغى ينتقم من الثاني بطريقة. أيوه. مزح هو ده. أيوه. فعشان كده المباسطة والملاطفة اللي بين الزوجين لو سمحتوا تكون فيها احترام. حتى لما تبقى تمزح معاها أمام الناس تمزح معاها باحترام، ما تهينها فيها. نعم. الإهانات ما عشان كده بيقول لك في ناس كثير مثلا واحدة تزوجت يكون دوبي لها سنتين متزوجة. نعم. طيب وتقول يعني بيمزح معايا كأنه أصحابه، أقولها أصحابه، أقولها معليش قديش عمره هو، تقول مثلا عمره 40 سنة. وفاير طب معلش هو قاعد منفصل عن زوجته نفترض أو شيء، أو تزوج معاك 40 سنة هو ما في قدامه امرأة، هذا أتحملي شوية يصير. نعم. ممكن بهدوء، لكن اللي يكون ليهم 10-15 سنة ويمزحوا مع بعض ده ناس نقول لهم لا يا جماعة، هي ما هي تشفي بينك وبين بعض، في احترام بينكم وبين بعض. فإذا عند المباسطة وعند الملاطفة يجب أن يكون هناك احترام بين الاثنين. نعم. طيب النقطة الثالثة اللي هو عند الخصومة. يا سلام. طيب إذا قلنا نية في قلنا في الأقوال، في القول، في النداء، وفي الطلب، وفي المباسطة، الآن الخلاف. أيوه. الخلاف اللي بينكم يا جماعة ما فيش داعي طوالة اللسان،
لا من الرجل ولا من المرأة. ما فيش داعي سلاطة اللسان. يعني أكثر شيء يزعج، أقول لكم يا بناتي، أكثر شيء يزعج الرجل في المرأة أن تكون سليطة اللسان. حتى العرب لما بدهم ينقدوا ولا يمقتوا امرأة فيقولوا كانت سليطة اللسان. إنسانة غجرية، طيب ما في غير بس تسب وتدعي على اللي قدامها وعلى اللي مدري مين، على الأولاد وعلى الدادة وعلى ولو لحقت الزوج ممكن تدعي عليه، يعني ما تنقص على ده. نعم. طيب ما توفر، ما توفر. كل أحد مرة من عندها لازم تعطيه هذا. نعم. يا بنتي الزوج مهما يحبك، نعم، طيب ما حيتحمل سلاطة لسانك أبدا. مهما يحبك حيتحمل شوية وشوية وشوية، وآخر شيء حيطق من نفسه. نعم. يا حيتطلقي يا إنه حيروح إيش يشوف له أي أحد تاني، طريق تاني، ولا إنه ما نبغى إنك توصل لدي المراحل، طيب، ولا إنك تروح لا يخون ولا شيء، ما يجوز هذه الأشياء، ولا حيروح يبهدلك. يحافظي على ربي لسانك. نفس الشيء الزوجة تنقهر من الزوج سليط اللسان، اللي يسبهم يسب دا ويسب دا ومنعف ويلعن ويسخط. ما كان رسول الله فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الفحش والتفحش في اللسان، يسب السب وما هو حلو. حتى بالمسح بعض الأحيان يمزحوا مع بعض بأسماء الحيوانات، يا مدري إيه يا مدري، ما هو حلو. حتى لمن تمزح كان لا يمزح رسول الله إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ولما يمزحوا مع بعض أمزحوا بشيء طيب حلو. ما ترى شوفوا حتقول حتقعد دمنا تقيل، لا مو دمكم تقيل، أنتم ما نقيتوا غير هذا اللي تمزحوا فيه وتتكلموا فيه، ما نقيت غير سلاطة اللسان اللي تتكلموا فيها. فإذا عند الخصومة بين الزوجين عندهم يجب أن تتجنبوا سلاطة اللسان، يجب أن تكون الخصومة ما تتجاوز فيها الشرع، ما تتجاوز فيها الحق، مش انتقام من بعض. نعم. ما هي انتقام. لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. تخيل حتى الفرقة تكون بمعروف. صح. لا تعملوا حكاية تيجي توقف قدامه وتشد في ملابسه، يقوم هو يقولك أخذ الشيطان وبعدي عني، وانت تشد في ملابسه وتوقف قدامه وترفع أصبعك قدام وجهه، إيش حيسوي آخر شيء؟ يا حيلطش الكف، يا حيمشي، وبعد كده تيجي تقعد تبكي وتصوت لطشني كف. طب ما انت اللي وقفت قدامه وتحديتيه. نعم. انا ما ابيح ولا اقول انه والله الطشها ولا اضربها، لا، لكن لا توصلوا لهذه المواصيل يا بناتي ويا اولادي. نعم. لا تنرفزوا بعض او توصلوا لبعض انه يطلع اسوأ ما عنده. اسوأ ما عنده. أيه. كل انسان في سيء وفي حسن. نعم. مهما كانت اخلاقه طيبه، طيب في السيء وفي الحسن. نعم. فلا تحفر وتحفر تحفر في ده الشخص حتى تطلع الوجه الثاني اللي عنده. فعلا. ترى هو كان كويس معاك. نعم. وكان كويس معاكي ويقول لك أخذ الشيطان، وانت بعض الأحيان تقولي أخذ الشيطان. إذا نتعلموا الخلاف بينكم كيف. نعم. لا تفضلوا تردي وهو يرد وانت تردوا، ومين ضايع في النص البزورة؟ الجيران سمعوا صوتكم، والشغالة سمعت صوتكم البزورة. ليه؟ حتى في الخلاف هناك أدب. أدب. نعم. أدب فيها إنه كيف تختلفوا مع بعض، يكون بينكم وبين بعض الخلاف بطريقة جيدة. احنا آخر دقيقتين نوصي فيها على المدارس. نعم. أول شيء استعينوا بالله إنه ربنا يوفقكم على السنة الدراسية دي، وعلى الحر ده الله يعينكم ويعين كل الناس اللي موجودين في الأرض. عظيم. هو تغير مناخي. نعم. عالمي في كل العالم. صحيح. حتى بيقولوا إنه السنة الجاية أحمى كمان ودرجة غليان حرارة. الله يلطف يا ربي. نعم. والله. فأول شيء استعينوا بالله، طيب اتكلموا معاهم على أهمية التعليم وأهمية احترام المعلمين. المعلمين والمعلمات يعني يحطوا النية الطيبة إنه سبحان الله العظيم هدول علم ينتفعوا به، تتركوا فيهم، تتعاملوا معهم كأنهم أبناءكم وبناتكم، تحنوا عليهم، تعطوهم، تبذلوا جهدكم الأمانة والإخلاص فيها. نعم. ليه؟ لأنه أنت بتأدي أمانة ممكن ما تفتكرها أنت، لكن بعد سنين حيقول ده الإنسان أثر فيه وغير فيه. نعم.
حتشوفوها ترى يعني أنتم عندكم أمانة يصلوا عليكم الملائكة والحوت في البحر يصلوا عليكم على معلمين الناس الخير. ومو شرط الأشياء الدينية, حتى أي شيء تعلمتوه. الأهالي استعينوا بالله وحاولوا أنكم أنتم بالمعاملة الحسنة وبالطيبة تصحوهم من النوم. لا تصير الدنيا هذه. أظن غلق الوقت, خاصة الأيام الأولى هذه الواحد يبغى يرجع شوية المود مرة حبة حبة إلى أن الأمور تترتب وتعود المياه لمجاريها. ترى الأمهات حيغطرف أنه جات المدارس يرتبوا بزهرتهم فعلا, يحس أن الحياة عادت من جديد. نعم. ولا تنسوا قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, صلوا عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال وتقضى بها الحاجات وتدفع بها عنا الآفات. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأختم يا عادل, شكرا لك, يعطيك العافية. أم اعتدال إدريس على هذا الحديث وهذه الإضاءات المهمة في حياتنا, ولأجل أن تكون بيوتنا مستقرة بإذن الله بالتعامل الطيب والأخلاق الطيبة. وشكر لكم أيضا مستمعي الكرام على طيب الاستماع من طبعا استوديو إذاعة FM. طبعا نقول شكرا لزملاء في استوديو ريتسي مول بجدة, وأيضا من البث الإذاعي زميل رائد براجي. وهذه تحية مني أنا عادل بربع, في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.